ودي أصير ضابط قوي وأحمي السعودية من الأشرار. أنا أبغى أصير إعلامية بالتلفزيون وأسوي برنامج يحبونه الأطفال. أنا أبغى أصير مهندس وأبني أكبر برج في العالم. ودي أصير معلمة أدرس كل أطفال الحي كلهم. ودي أكون لاعب في المنتخب وخلي السعودية ياخذون كأس العالم. أنا أبغى أخترع دواء وأساعد كل الناس يصيرون أحسن. لننمي طموحاتهم وأحلامهم، فبناء الأوطان يبدأ من منحهم الرعاية، رعاية تضعهم في المستقبل وتصنع من الأطفال أبطالاً، رعاية تصنع الفرق، رعاية بلا حدود.